بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة السلام عليكم. نواصل مع ثنائي القطب RL. كنا درنا 3 فيديوهات، اليوم في الفيديو الرابع هذا نبدأ مع المعادلات التفاضلية. نبدأ بالمعادلة الأولى، وهي المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار ET المار في الوشيع. وكذلك في آخر الفيديو راح نتطرق إلى بعض الأسئلة المتداولة في البكالوريا. إذا ماذا بكم صنعوا جدول كما هكذا. دوك كنا نعمروه. أنا مديت لكم المعادلة التفاضلية، الحالة العامة للمعادلة التفاضلية، يعني جينيرال دي إكس على دي تي بلس إكس على تو إتيغال كا، مع تو تساوي آل على آر تي. آر تي هي المقاومة الإجمالية. الحل تاع المعادلة هذه هو إكس إتيغال أ في أسية ناقص تي على تو بلس بي. إذا كيفاش نعمروا الجدول تاعنا؟ هنا نكتبوا بدلالة فوالا، ومنا عندنا غلق القاطعة، غلق القاطعة، ومنا عندنا فتح القاطعة، فتح القاطعة فوالا. صافي، غلق القاطعة معناتها ظهور التيار، ظهور التيار فوالا، وفتح القاطعة انقطاع التيار، انقطاع التيار فوالا. إذا اليوم نديرو، وعندنا 3 معادلات تفاضلية، اليوم نديرو واحدة اللي هي بدلالة المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار، بيصير شدة التيار المار في الوشيعة، شدة التيار، ونديرو هنا إي ليتي، صح. عندنا نبدأ دائما كما بدينا مع الآر سي نفس الشيء، حسب قانون جمع التوترات، حسب قانون جمع التوترات، يعني في عوض نكتب منا وحدة ومنا وحدة نكتبهم، هذه تعنيهم للإثنان. حسب قانون جمع التوترات عندنا UB ولا UL ولا نفس الشيء، وكان يديروا UB مينيسكول هكا يعني نفسهم. المهم هو توتر بين طرفي الوشيع بلس UR، توتر بين طرفي النقل الأمي يساوي E، صح. فورس الكتروموتريس، قوة المحركة الكهربائية تاع المولد، صح. هنا عند غلق القاطعة ظهر التيار، يعني المولد راه موجود في الدارة. عند فتح القاطعة المولد يخرج على الدارة. إذا تصبح عندي UB بلس UR إتيكال زيرو، معناتها المولد خارج على الدارة، صح. عندي UB هي L في دي اي، اي مشتقة شدة التيار دي تي بلس ار اي. هنا انتبه من ذاك يقول لك ار مهملة، واللي يقول لك موجودة وحدة من زوج. اذا كانت ار مهملة هذه لابارتي ما تكتبهاش، هنا يولي حاجة اخرى نشوفوها في التمارين. انا نعطيكم جينيرال محسوبة هنا الار كاينة بلس UR، عندنا قانون أوم اللي هو RE إتيكال AE، طريبيا منا في الجهة هذه منا L DE على DT بلس RE بلس RE إتيكال أزير. الفرق بيناتهم هو هذا، منا المولد خارج على الآخر، صح. بون عندنا هنا هذا RE نديروا الاي هذاك عامل مشترك، شوفوا واش راني ندير هنا في الدرس هكا، لا انا ولا بدا بيا انا، لا فلان، لا الاستاذ محمد، لا الاستاذ فلتان، هكذا كاين برنامج هذه تعاود تحطها في الباك ناتي كلير، هذه تسيبها في اسئله البكالوريا، روح للبكالوريا وتسيبها تعاود تكتبها وخلاص، ما تبقاوش كي شغل بون R plus R E
علاه انتم علاه ضايعين هكا؟ النص كبير فيكم ضايع، باسكو تبداو ديروا راهم يقولوا والله الا قالوا، والله الا ذاك خير من ذاك، والله الا ذاك قارص، هذاك مش مليح. لاين غير غير راهم يقولوا يا اقرا، نظم روحك وقرا، وجد روحك، برنامج باين واضح، عندك كلش راهو كاين ما شاء الله، تكبرش على نعمة ربي، خليك من ذكرى ما يقولوا، هم يقولوا شطيط حال سان، شايف؟ شطيط حال سان عندنا احنا في الجزائر، الله يبارك، لسانه الله تقصه توكل به عرش، المهم، هم يقولوا، ال دي اي دي تي بلس ار بلس ار سبع بيت ما حسب واش مع بيت نباكم واحد ما يكونش ساذج للدرجه هذه ما يشعر واحد واحد يقريك عام كومبلي يدير لك انت يا في ثلاثة سوايع وتخلص عام كومبلي والاستاذ تاع القسم الله يكون في عونه عام كومبلي ويجبد وبعد يجي واحد اخر يقول لكم اودي في ثلاثة سوايع خلصوا خلصوا غير 100,000 الواحد. إذن واش ندير هنا؟ يا إما نضرب الطرفين في واحد على آل ولا نقسم الطرفين على آل كما تحب، نقسم الطرفين على آل ولا نضرب في واحد على آل كما تبغي، اللي تساعدك حطها صح. أصبرتوا هذه في الحق نكتبها، هذه مشتركة بيناتهم للزوج، إذن نكتبوها هنا نقسم ولا نضرب الطرفين في واحد على ال بما نضرش نكتب منه من غالب هذه رياضيات يلزم كي نضرب بون ما معناتها نقسم كيما درنا مع الارسي يحب يقول هذا يولي على ال يروح ال مع ال وهذه تولي على ال وهذه تولي على ال هذا المكان صدقوني غير هذه اسئله البكالوريا وهذا اللي راح تسيبه في الباك. نجي ندير هكا دي اي دي تي زائد ار بلس ار على ال في اي اي تيغالا او سور ال، ال هي الاندكتونس صح طريب يعني. دونك واش نجي ندير هنا كيف كيف في الجهة هذه نفس الشيء برك ليه دير صفر دي اي على دي تي بلس ار زامي واحد قراكم فتح وقطع في نفس الوقت هاي ديك عادي سهلة عادي جدا اتيك على زيرو هذا مكان درك نكتبو هذه اللي درتها درك معادلة تفاضلية هذو الزوج اللي اني كاتبهم تقدر تجيك في السؤال المعادلة هذه هي التفاضلية فاهم برك احنا نزيدو نسقموها شوية شايف يعني هاكا اكتب هذه او هذه واحدة من زوج يعني تقدر تجيك في التمرين هذه كيما راي كيما ندير هكذا ولا تجيك هذه يعني هذه برك هذه شو كبالت تولي هذه دي اي على دي تي بلوس عندنا هذه الار ار بلوس هاي نديروها بالاخضر هنا بيناتهم ار تي يعني المقاومة الكلية ار توتاليتي قال ار بلوس ار ار بلوس ار هذا مكان يعني هذه نعوضها ب ار تي هذا واش راني قاصد ار تي على ال سي تو هاكا في الاي بيان سور اي تي قال او سور ال فوالا روحوا للجهة الاخرى دي اي على دي تي بلوس واحد على طو نعم واحد على طو هو ار تي على ال لان طو يساوي ال على ار تي والفهم يفهم يعني نوع لك منا شويه تساوي الصفر سي تو تقدر هنا تشوف مليح تقدر في المكان تاع هذه نقدر نوجدو واحد على طو لان الطو هني دايرها في الفوق في بداية الفيديو تساوي ال على ار تي
مع، دير مع طو تساوي ال على ار تي. كيما تقدر هنا كيف كيف ان نكتبوا ار تي على ال. راك شايف يعني انواع تاع معادلات فضاء هي نفسها. انا عطيت لك الحاله العامه الفوق نفسها كيما تاع الار سي كيما تاع هذه. برك هنا عندنا اللي جديد هنا وشن هو، عندنا هذه الار تي وعندنا الال، هذو اللي جدد دخلوا علينا جدد. متفاهمين؟ صح. اذا هنا باش خرجت، خرجت في معادله تفاضليه من درجة الاولى. استنى نزيد نطراسي هذاك، خليها هكا ونكملوا الطراساج هذاك. فوالا اي فوالا. اذا واش قلنا؟ قلنا عندي معادله تفاضليه تكون على الزوج، نكتبها في الوسط، معادله تفاضليه من الدرجه الاولى. اني نسهل لك، نوريك كيف دير الملخص تاعك حلوها. فوالا الحل منا الحل. دوك هنا نكتبو مباشره الحل، ماكش مطالب باش باش تحوس كيفاه جا الحل. صح. اي لي تي تساوي اي صفر. اي صفر معناتها التيار الاعظمي، كان اللي يكتبوا اي صفر وكان اللي يكتبوا اي ماكس، يعني في مكان اي صفر نكتبها لكم بالاخضر، في واحد ناقص اسيت ناقص تي على طو، ولا ناقص واحد على طو في تي نفسها. ها هي متفاهمين؟ صح. هنا هذا اي صفر هو اي ماكس، معناتها التيار الاعظمي، التيار الاعظمي اني ما خليت والو، اللي هي يعني وعدتكم باللي انا الفيديو تاعي نقدمه وفي صافي، ما نقدمش انا فيديوهات بمسلك. لا بلا ربما لاحظتوا العناوين تاع الفيديوهات واش كاين في الفيديو الدرس، واش كاين، ما زرعت فوق الورد، ما هذاك هو كيما هو. درت لكم الصوره تاع تاع الواشيعه باش تعرف عليها، والصوره تاع المقاومه تحبس تم. هذه اذن حيث، حيث ما ننساوش تي طو يساوي ال على ار تي، معناتها ار تي هنا تي ار تي، معناتها تقدر تصيب الفوق في مكان الطو، تصيب ار تي على ال في 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 تي. متفاهمين؟ صح. دوك نكتبها لكم، دوك نكتبها لكم. و اي صفر اي ماكس ولا اي صفر تساوي او على ار تي. دوك نعطيكم العباره كيف حتى خرجت او على ار تي ثاني، اون سي جامي طلبوها لكم. سي بون؟ صح. او نقدروا نكتبوها ثاني على الشكل هذا، او نعطي لك كامل الاحتمالات. اي تي اي تي قال اي صفر نعوضوها ب او على ار تي في واحد ناقص اسيت ناقص ار تي على طو، تنقلب لان راهي واحد على طو، كي شغل كتبنا واحد على او على ار تي على ال عفوا. متفاهمين؟ صح. المهم ار تي على ال اذا في تي في تي وهكذا. سي بون؟ صح. نروحوا من جهه ما فتح القاطعه، الحل تاعها عندنا اي لي تي يساوي اي صفر اي صفر في اسيت ناقص تي على طو. هذه كيما درنا مع مع الار سي متشابهين. برك انا قلت لكم عندنا هذيك الار تي والال اللي زياده، او ثاني بالطريقه الاخرى يبقى الطو والاي صفر هو اي تي تساوي او على ار تي على ار تي في اسيت ناقص ار تي
على ال في تي. لاحظ هنا عندي الاو رغم اني فتح القاطعه، المولد خارج الداره بصح يحضر الاو لانه اي ماكس هذاك يساوي او على ار تي. بصح استاذ كيف عرفنا باللي اي ماكس التيار الاعظمي يساوي او على ار تي؟ ما نخليكش اسويبر، انا نقول لك كيف جات عباره اي صفر. اي صفر واش نقصد به؟ معناتها التيار، يعني التيار في النظام الدائم، نقصد به التيار في النظام الدائم. كي نصمو المنحنيات مع الاخر تفهم. معناتها في النظام الدائم عندي اي لي تي تساوي صفر، لا عفوا، اي لي تي في النظام الدائم تساوي اي صفر، ومشتقة مادام تساوي اي صفر يحب يقول ثابت، ومشتقة الثابت بالنسبة للزمن تساوي الصفر. هذو زوج حوايج صح. يحب يقول في المعادلة التفاضلية اللي راهي فوق بالاحمر هذيك، لو نجو مادام دي اي هذه تروح لنا بالصفر هكا صح، اما لا واش تولي لي هذه تروح لنا باي صفر لان اي لي تي يساوي اي صفر، ونكتب فهمتوا صح. معناتها صفر زائد ار تي على ال ايه زائد هاي الفوق الحمراء، شوف مع الحمراء في اي صفر تساوي او على ال او على ال. طيب راحت ال مع ال، تقول لي والفوق ليه ال مع ال ما راحتش؟ لانه عندك زايد هنا سي محمد، عندك زايد ما تروحش، هي لاصقه فيها في جنب هذه بصح انا ما كاش كاين صفر صح. واش معناتها كي راحت هذيك الاخرى؟ معناتها انه اي صفر تساوي او على ماذا؟ يعني على تخرج لي ار تي في اي صفر تساوي او، دونك اي صفر تساوي او على ار تي. هاني جبت لك كيف خرجت عباره اي صفر. دونك واش نروحوا للمنحنى، دائما نكمل لكم به بالمنحنى. استنى نكملوا التراساج هذاك، زيد طلعت شوف طابلو هكذا فوالا، خلي كيما هكا هكا التراسي تشوف، ونروحوا لرسم البيان. لا ما قصتهاش كاع استاذ هكا فوالا. طيب بالنسبه للتمثيل البياني نكتب هنا نسيت المسطره، التمثيل البياني، تمثيل بياني بيان سور اي بدلاله الزمن، يعني اي بدلاله الزمن. طيب عندنا البيان بالاسود احسن، البيان هنا بدلالة يا روع وجهك، او هنا البيان صح هكا، وعندنا هكذا هنا غلق القاطعة ومنا فتح القاطعة. فوالا عندنا هنا اي بالامبير، هنا محور الأزمنة بالطبع كيف منا اي بالامبير، ولا هنا محور الأزمنة. طيب عندنا اللي هنا تاع اي صفر او اي ماكس منا هكا نديرو هكا، يعني مستقيم المقارب للمنحنى صح، هذا اي صفر. طيب
نرسم المنحنى تاعنا كالعادة. كنا قلنا في القاطعة في الدرس في فيديوهات الدرس أن إي لإف تي يساوي إي آر لإف تي، نفس الشيء نفس الرسم ما عدا إي آل ولا إي بي لي يجي هكذا. في فتح القاطعة نطيحوا في العكس، صح. نبقوا مع غلق القاطعة. عندنا هنا أعزائي طلبة النظام، أنا نديرو هنا هكا كانوا المرمو يتبان هاي الصفرة هذه هنا سانكتو سانك عفوا سانك تو طريب، يعني هنا عندي النظام الدائم وهنا عندي النظام الانتقالي. بيان ضار. بالنسبة للطو خي كنا شفنا بلي نجمو الطو باستعمال المماس عند الصفر بالنسبة للمنحنى عند تي تساوي الصفر هكا، صح. ومن بعد واش نديرو؟ نديرو الإسقاط هكا، يعني أبوبري لأن أنا مانيش قالب إلكتروني راكم تعرف، صح. هذه واش هي؟ هذه الطو كيما هنا عندنا ثاني نجمو نديرو الإسقاط. دروك نشوفو هنا صفر، دروك نشوفو هنا واش نكتبو، هنا بالضبط واش نكتبو، خليها كيما راح. درنا طو يعني إما درنا طريقة تاع المماس للمنحنى عند تي تساوي صفر، قلنا طو نحسبه إما حسابيا طو تساوي كذا، ولا نديرو طريقة المماس عند تي تساوي صفر، ولا ثاني نستعملوا حل المعادلة. ما حبيتش نديرها لكم في الفيديو الثالث ولا الثاني وقيل ولا الثالث، المهم الفيديوهات اللي جازوا حتى لحقنا الآن. درك درنا حل المعادلة. طيب شوف معايا درك مليح، عندنا درنا حل المعادلة، حل المعادلة معادلة التفاضلية بيسير. حل المعادلة قلنا اي لي تي تساوي اي صفر في واحد ناقص اسيت ناقص تي على طو. طريبيا فوالا. درك عندنا ثلاث حالات عندما تي تساوي الصفر، ها موراهم شوف معايا، عندما تي تساوي الصفر، عندما تي تساوي طو، وعندما تي تؤول الى لا نهايه. عندك ثلاث حالات، شوف تعلموا تعلموا بالحبة الرياضيات ولا العلوم الفيزيائية نلعب بها لعب عادي جدا. عندي ثلاث صوالح لازم دايما نعرف واش راني ندير. قلت لكم باللي المرة اللي جازت المنحنى هذا هو وجه الدرس، هو الوجه تاع الدرس، متفاهمين؟ صح. إذن عندما تي تساوي صفر معناه هنا عندي تي اي لي تي نعوضها بالصفر، اي لصفر وين كاين تي ندير صفر تساوي اي صفر في واحد ناقص اسية ناقص الصفر على تي، صح. اذن هنا نعرف باللي الاسية تولي لي اسية الصفر، الصفر بالطبع، اذن نعرف باللي اسية الصفر تساوي الواحد، صح. انا كتبتها جانبا، معناتها هنا تولي لي واحد ناقص واحد، أني درتها بالأخضر، معناتها الإي صفر فرا وين ضرب؟ يضرب في الصفر، إذا اللي حاب يقول تساوي الصفر. دونك أسكو جي ريزون؟ وي مسيو، كون تي إتيكال أ زيرو، دونك إي إتيكال أ زيرو، أو ديمارا منا، سي بون. كل شيء بالبيان. خدمة نقية، وش عندي؟ لما تي تساوي طو، وش معناتها؟ يعني كي تكون الزمن هنا في هذه اللحظة، طو هي لحظة،
عادي جدا وقت من الأوقات تاع هذاك محور الأزمنة. إذا واش نديرو هنا إي لي طو نعوضو وين كاين تي نديرو طو إيتيكال أ إي زيرو بار أن أكتب أوتي بار أن موان إكسبونونسيال موان طو سيغ طو. واش تعطينا معناتها أسية طو على طو معناتها أسية ناقص واحد، عطاتني أسية ناقص واحد طريبي أسية ناقص واحد نعرفها بلي تساوي واحد على الأسية. أيوة بيان. وكنت واش تدير في الحاسبة؟ في الحاسبة تكتب أحسب لي واحد ناقص واحد على الأسية، ولا أكتب ناقص أسية ناقص واحد تنجم ديرها في الحاسبة. عطات لك 0.36 كاينة ولا لا؟ لا 0.63 عفوا 63 اي صفر. معناتها عندما تي تساوي طو كي ندير اسقاط على المنحنى يحب يقول هنايا صفر نكتبوها بالاحمر باش تجي باينه 0.63 اي زيرو اي ماكس. هذه الطريقة الثالثة اللي نعينوا بها طو في التمارين صح. أبقات لي عندما تي تؤول، عندما تي تؤول إلى لا نهاية واش معناتها؟ معناتها إي للا نهاية تساوي إي صفر في واحد ناقص أسية ناقص لا نهاية على تي على طو عفوا على طو. واش تعطينا؟ ونعرفوا باللي شفنا في النهايات باللي أسية ناقص لا نهاية تساوي الصفر زائد طريبيا يعني. حب يقول هنا تولي عندي واحد وناقص الصفر معناتها يبقى لي غير الواحد. دونك اي صفر في الواحد واش تعطيني؟ تعطيني اي صفر. معناتها لما تي تؤول الى لا نهايه المنحنى ها هو راه مع اي صفر يساوي اي صفر، كل شيء باين واضح وضوح الشمس صح. زيد كملنا طراسينا هذا نقص شويه في الستيلو ولا هكا ايوه. وكاين واحد الجدول الموالف معودكم عليه ديروه مع التالي ديروا فيه الحوصره واش درنا ها هو وراه فوالا ايوه. عندنا هنا تي دائما ننسى المسطره هذيك هنا تي وهنا إيليتي ان شاء الله راكم تشوفوا فيها. هنا لما تي تساوي الصفر لما تي تساوي الطو ولما تي تؤول الى لا نهايه. لما تساوي الصفر صفر هنا مع الطو 0.63 اي زيرو ولا هنا اي زيرو اي ماكس طربي. روحوا لجهه كملنا مع غلق القاطعه روحوا لجهه فتح القاطعه طربي. عندي لو اي زيرو هذاك ها هو الرحمن في بلاستو. المنحنى هنا التيار يتناقص في الاخرى التيار زاد يتزايد هنا يتناقص يتزايد حتى يلحق قيمة ثابتة هنا يتناقص حتى ينعدم هكا قلنا صح. المنحنى توجور اي لي افتي هو نفسه. عندنا دائما مع السنكتو ايوه صح. عندنا بالنسبة لتعيين المماس إما حسابيا كيف كيف ثلاث مراحل، إما بالنسبة لنديروا التعيين طوى نبتك المماس ولا نستعملوا المماس عند تي تساوي صفر مماس المنحنى عند تي تساوي صفر ها هو هكا ها هو وراه طو
او نديروا الاسقاط هكا هكا ها هو راه ودرك نشوفوا واش نصيبوا هنا. انا عندنا صفر بيان سور القيمه اللي نحطوها لا يمكن نستعملوا حل المعادله طريبي وكواش نروحوا نديروا كيما الاخر حل المعادله حل المعادلة عند فتح القاطعة هو إلي تي تساوي إي صفر في أسية ناقص تي على طول طريبي كي نفس الشيء عندما تي تساوي صفر حب يقول إي لي صفر تساوي إي زيرو في أسية ناقص الصفر على طول دونك أسية صفر تساوي واحد حاب يقول اي صفر ها وين ديمارا عند تي تساوي صفر هاوليك استنى ندني الطابلو شوية هكا فوالا هاي ليك أمامك ديمارا منين ها منين ديمارا من اي صفر المنحنى عند تي تساوي صفر دونك كيف كيف تساوي اي صفر طربيا عند تي تساوي طو معناه اي لي طو تساوي اي صفر في أسية ناقص طو على طو واستعطينا معناتها أسية ناقص واحد يعني أسية يعني واحد على الأسية احسب لي في الحاسبة أسية ناقص واحد ولا واحد على الأسية تعطيك صفر سبعة وثلاثين وفي اي صفر دونك اي زيرو دونك هنا واش نكتبو هنا نكتبو زيرو ترونت سات اي زيرو عادي حاب يقول نقدرو كيما شفنا من هي نستخرجو طو ثاني باستعمال حل المعادلة تجيك في تمارين باستعمال حل المعادلة وتخرج طو عندما تي ها منين جا الاحمر ثاني عندما تي تؤول الى لا نهاية معناتها اي للا نهاية تساوي اي صفر في أسية ناقص لا نهاية على طو وقلنا أسية ناقص لا نهاية هي صفر زائد معناتها يحب يقول اي صفر مضروب في صفر إذن واش يعطينا يعطينا ان زيرو تساوي نديرو الجدول تاعنا لهنا هكذا وراه هكذا اي هكذا صح إذن اللي هنا عندي تي ولا هنا اي لي تي طريبيا ولا هنا لما الصفر والطو ولا نهاية هنا يا العكس تعطينا اي صفر ومنها تعطينا صفر وفي الوسط تعطينا زيرو ترونتشات اي زيرو فوالا كملنا درك مع معادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار المار في الوشيعة درك راح نعطيكم واحد الحالات تاع اللي يجوا في أسئلة البكالوريا هذه المعادلة التفاضلية اللي درناها وكذا تجي في البكالوريا نفس الشيء نعطيكم واحد الأسئلة اللي متداولة في البكالوريا نفسها تتكرر برك يجيك برك منها شغل حيط عندك حيط في الدار برك الحيط تاع جاركم سابغو غوز والآخر فير والآخر سابغو أحمر واللي شويه صوطه من راسه دايروك حل كيما انا من ذاك راني باغي نصبغ حيطه شومره سوداء كامل رياح ترونكيل صافي درك واش نديرو نروحو نحلو صبوره وحده اخرى نخدمو فيها بون نكتبي شويه لانه المغرب باقي له واحد ربع ساعه هكاك شوفوا مليح الاسئله المتداوله هذا بالكثره حل المعادله من شكل اي تساوي ولا اي لي تي تساوي ا في اسيه ناقص لومدا ا ناقص الفا تي ولا يعطيك لومدا وحده من زوج بلس بي هنا لاحظ هنا يعطيك في البكالوريا حل المعادله بيان سور حيث هذو كل حيث نسيت ما كتبتهمش ال ا والبي والالفا الله يذكرها على خير ثوابت صح شوفوا مليح يعطيك هذا حل المعادلة التفاضلية بدلالة شدة التيار يعطيها لك على الشكل هذا اللي رأي أمامك ومن بعد يطلب منك
يطلب منك في السؤال البكالوريا تحديد الأ والبي والألفا، يعني تحديد هذا الثوابت اللي رام أمامك. هنا أول خطوة تقوم بها هي تحديد الألفا والبي، ومن بعد يجي الأ مع التالي. هادي جدا، روح البكالوريا ما ستش ثاني يقول لك هاني هنا تحديد نهار اللي يديروكم الفا و بي، نهار اللي يديروكم السوجي تاع البرك ويحطوا له السوجي امامك في الطابله غير كي اليوم الدنيا راهي تجري، ولا هل يحطوا لك السوجي ما يكتبوا لكش هنا يقول لك اودي هذه طبقا للاستاذ الفلاني، ولا التمرين الثاني درناه على حساب الرياضيات تاع الاستاذ الفلاني، الفيزياء تاع الاستاذ الفلاني، ويكتبوا لك انا اليوتيوب من فوق او لا لا عمي الله من غير اسمك وتغلقوا اسمك وتطوي الورقة تطويه تغلقوا ما يشوفوا حتى واحد، يعني انت ورب العالمين سبحانه عز وجل دير في بالك مليح، ربي سبحانه عز وجل هو اللي يمد لك هو اللي ينحي لك على حساب نيتك. المهم واش نجو نديرو؟ نجو نقوم بالتعويض في المعادلة التفاضلية. معادلة التفاضلية نكتب لكم المعادلة التفاضلية بالك كش واحد غير نسيها دي اي على دي تي فلوس على دي تي فلوس ار تي ار توتال على ال اي اتيقال ا او سور ال طريبيا. إذن واش قلنا نعوض في المعادلة التفاضلية. طيب شوف مليح واش تعوض يا أستاذ واش نعوضه يا بنادم ما تفهم، أعطالك إي تساوي تساوي هذا البلوك كومبلي. طيب ها عندك إي هنا وعندك المشتقة تاع إي هنا، هو اللعب باين ما قالكش هنا اي ار ولا عطالك اي عندك او اي واي المشتقه تاعو سي بون. معناتها اول حاجه عندك اي بصح ما عندكش المشتقه، دونك روح احسب له المشتقه. اذا دي اي على دي تي تساوي، معناتها يحب يقول اشتق هذه، دونك البي ثابت يروح للزيرو اسيت كذاك تعرف تشتق الاسيه، دونك تعطينا ناقص ا في الفا في أسية ناقص ألفاتي. هذه درناها في الأرسي دونك ما نظلوش ما نضيعوش الوقت، شي على جالك أنا يفوتني المغرب لا لا شوية ليك شوية ليا صح. واش نجو نديرو هذه نعوضها هنا وهذه نعوضها هنايا، هذا مكان هاو اللعب عادي موش راح يجيب لك باكالوريا واحد أخرى، هذا هو وكي نحلو التمرين نتلاقاو بأمور واحدة أخرين. نعوضو ناقص أ ألفا في أسية ناقص ستيلو وليد حرامة في أسية ناقص ألفا تي بلوس أر تي أو زعف في ستيلو ما تزعفش هاني نقصر أل في أ في أسية ناقص ألفا تي بلوس صحة وك حنا هذي ارتي على الاخر راهي مضروبه في نعوضو في المعادله التفاضليه صح، دونك بلس ارتي على ال في بي ايتيغال او سور ال. طري بيان بيان صح. دونك أنه علاه عندك الار تي مضروبة في الاي معناتها مضروبة في هذه ومن بعد تنضرب في هذه، فهمت وضرب صح. دونك هنا يبدأ اللعب نخرجوا الفا ا في أسية ناقص الفا تي كما درنا مع الار سي ا في أسية ناقص الفا تي خرجوا عامل مشترك دونك مضروبة في ناقص الفا زائد الار تي على الال زائد ال ار تي على ال ال بي تساوي او ال، هذا مك. طيب هنا واش عندنا؟
درك عندنا هنا شو اللعب يتلعب مع هذا زوج وحدهم، واللعب مع هذه مضروبة في هذه، صح؟ عندك هذه رأي في الأسية، الأسية أكبر من الصفر، أسية أكبر من الصفر. إذا نعرفه باللي الأرب يعلم، نعرفه باللي لدينا الأ في أسية ناقص ألفا تي يختلف عن الصفر، ما يساويش الصفر. معناه باش تكون هذه المساواة محققة، لكي تكون هذه المساواة محققة يجب أن يكون واش يكون؟ معناتها إذا كان هذا ما يساويش الصفر، معناتها اللغز راهو في هذا، يجب أن يكون ناقص ألفا زائد آر تي على آل يساوي الصفر، لازم هذا يكون الصفر. وبالتالي هاي شو قلت لك ستيلو قبضوا الجنون، وبالتالي هاي لك ألفا تاعك، ألفا إتيقال آر تي سير آل، معناتها ألفا واش يساوي؟ يساوي لك واحد على طو، ألفا يساوي واحد على طو، فوالا صح. وكواش مازلنا البي، وعندنا هذه درك وراها البي، عندنا هذه صح، و لدينا ولا اكتبها كيما حبيت ار تي على ال في بي ايتيغال او سير ال، الال يروح مع ال ومنه اتولي عندنا بي ايتيغال ا او سير ار تي. واش مازلنا؟ مازلنا ال ا، مازلنا تحديد ا طريبي. هنا نستعمل شروط ابتدائية باستعمال، لاحظوا نفس الطريقة اللي درناها في الأرسيرة نعود فيها باستعمال الشروط الابتدائية. نهار البكالوريا كوبي كولي، معناتها الشروط الابتدائية يعني حب يقول عندما تي يساوي الصفر، ما ننساوش رانا في خلق القاطعة، يقدر تجيك السؤال على فتح القاطعة ما حبيتش ديرو برك، صح؟ يكون وفي أكثر الأحيان يجي غلق القاطعة، يكون إي يساوي الصفر، صح. نجو نعوضو وين؟ نعوضو في المعادلة اللي طاوها لي، هاي نكتبها لكم بالله ما نظرش طالع وهبط، بالتعويض في المعادلة ولا المساواة، المساواة إي إتيكالا أ بار أسية ناقص ألفا تي بلس بي، أيوا. معناتها يحب يقول الاي يكون يساوي الصفر، بعد تعطينا الا مضروب زائد البي بوسك التي يساوي الصفر، هنا دونك تولينا أسية الصفر، البي في أسية الصفر طريبي. ومنه واش معناتها؟ معناتها ا يساوي ناقص بي، والبي واش تساوي؟ تساوي اعلى ار تي، يعني يحب يقول اي الأ إتيكال أ موا أو على أر تي، فوالا فوالا، عادي جدا جدا. الآن اكتب له العبارة الزمنية لشدة التيار، هاي لك العبارة الزمنية تاعك، العبارة الزمنية لشدة التيار عندنا هاي لك اي ايتيغال ا موان او سور ار تي، نعوضو وراي فوق، هاي نعوضو وراي، ها هي هنا نعوضو في هذه صح، ال ا عوضنا ال ا، ومن بعد بار في اسية الالفا صبناها ناقص ار تي على ال، اسية ناقص ار تي على ال
في الزمن بلوس بلوس ال بي، ال بي صبناه او على ار تي، او على ار تي، عوضنا فقط، عوضنا الاو عوضنا الالفا وعوضنا البي، صح؟ طيب معناتها اي مادام عندي او ار تي، او ار تي نخرجها عامل مشترك او على ار تي، صح؟ في واحد ناقص اسيد ناقص ار تي على على ال في تي، هذه هي حل المعادله تاعك، او اي يساوي اي صفر، لان هذه اي صفر، صح؟ في واحد ناقص اسيد ناقص تي على طول. واضح. نروحوا ثاني لحالة أخرى بالخف، لأنه خلاص رايح يأذن دائما مع غلق القاطعة، غلق القاطعة. حالة ثانية، هذه الحالة، هذه الحالة تجيب الكثرة للشعبة التقني رياضي ورياضيات، لأنه عندهم نفس الموضوع، يعني هذه عندها عندها يعني يطلب منك إيجاد العلاقة أو العلاقات البيانية، إيجاد العلاقات البيانية، يعني هنا يطلب منك إيجاد العبارة الرياضية والنظرية للبيان، يعطوك واحد البيان هاوليك البيان كما هاك، اللعب يكون في الناقص، فوالا. هنايا الصفر هاو راه، هنا يعطوك ألان إي صفر، يعطوك قلت لكم بالكثرة للرياضيات والتقني الرياضي، مازال ما شتوش عند العلميين والله اعلم، فوالا. ما قلتش ما يمدوهش للعلميين، معناتها مازال ما شتوش. المنحنى يمدو لك هنا في الناقص كيما راهو هكا، صح؟ ويمد لك هكذا، بون هكذا، صح؟ هنا عندنا الفا، لانه هنا راح تكون فيها طونجونت، صح؟ يحب يقول المنحنى اللي راهو عندي هو ألان إي صفر ناقص إي بدلالة الزمن، هذا هو المنحنى اللي راهو أمامكم، يعني هنا فيها اللعب تاع الطونجونت، صح؟ واش يطلب منك؟ إيجاد في النوع تاع الأسئلة هذا العبارة الرياضية والنظرية للبيان، والنظرية للبيان. طيب سهلة جدا جدا، هنا عندك ألفا عندك ذا، دونك فيها لعب تاع الطونجونت. يحب يقول حاجة سهلة، العبارة الرياضية هايك، العبارة الرياضية عندي ألان إي صفر ناقص إي، واش تساوي أ إكس بلس بي، أي أ تي بلس بي، هاي العبارة الرياضية، حيث أ هو ميل المستقيم لأنه لا يمر من المبدأ، هذه الأولى. عندك العبارة النظرية، عبارة نظرية وش هي؟ يعني كهنا عندي حل المعادلة إي لي تي يساوي إي صفر في واحد ناقص أسيد ناقص تي على طو، دائما استعمل حل المعادلة. طيب معناتها نضرب هذاك اي صفر ما بداخل القوس، يحب يقول اي لي تي تساوي اي صفر، ايوه، دونك معناتها من هذه تنطلق، من هذه تخرج لي في هذه الالان، دونك تشوف كيف نخرج، هذه هو عادي جدا، الاي صفر يضرب في الناقص الاسي يولي لك اي صفر في اسيت ناقص تي على طو، دونك تشوف ثاني جايك نحينا الاقواس، صح؟ دونك واش تولي لنا؟ يولي لنا هذاك الاي منا، نجيبو ذيك اي صفر منا، تولي لنا اي ناقص اي صفر، بصح استاذ عندي اي صفر، لا دونك تشوف ما تقلقش، تساوي وناقص هذيك الاي صفر في الاسيه ناقص تي على طو، ها هي لعب قاطو نقلبو ولا نضرب الطرفين في الناقص، تولي لي اي صفر ناقص الاي، يعني قريب نخرج في
ايه ولا لا؟ لا صح. اذن تساوي اي صفر، اي صفر في اسية ناقص تي على طو. ايوه طريبين طريبين. ندخل الآلان على الطرفين، دخل الآلان لأنه هاي الفوق عطيني الآلان، إذن دخل الآلان كما قال لك ناقص الإي، ماشي حاجة جديدة، وقال لك عليها آلان في إي صفر في أسية ناقص تي على طو. أيوه نعرفه باللي آلان أسية إكس تساوي إكس، أما لا تولي لنا آلان إي صفر في ناقص إي، عفوا ناقص إي هنا ناقص إي، أيوه تساوي ناقص، لأنه أسيت كذا ناقص تي ناقص واحد على طو في تي، ومن بعد زائد لأنه زائد آلان إي صفر. يا بالحق نكتب آلان إي صفر، معليش لأنه الآلان ضربناها في إي صفر وضربناها في الأسية. صح. علاش يا أستاذ كانوا مضروبين درجة زائد؟ خواص الآلان، خواص الآلان، ما كان نذكرك خواص الآلان، الان اكس مضروبه باكراك تساوي الان اكس زائد الان اكراك، سي بون. والحديث قياس صح. دونك حبيبي هذه هي العباره الرياضيه، من العباره البيانيه عباره رياضيه. دونك تبقى واحد الحسابات اذا طالك المنحنى هنا وفي حسابات، وهذه بالطبع هنا يعطيك قيمة ناقص كذا كذا كذا، مانيش عارف واش ناقص حاجة هنا وهنا، كيف كيف ناقص حاجة هنا كذا كذا، فيها حسابات وبعد منا الإسقاط لهنا وفيها كذا، فيها واحد الحسابات الفرق في التراتيب على الفرق، تحسب لا طونجونت هنا، أنا نحسبه ماذا تدخل فيها حساب لا طونجونت، الفرق في التراتيب على الفرق في الفواصل إلى آخره. كاين ثاني في النوع تاع الأسئلة هذا كيعطوك هذه العبارة الرياضية اللي راك جبتها هنا، يزيدوا يلحقوا لك واحد السؤال واحد آخر، يقول لك إيجاد طو بالمطابقة. بالطبع إيجاد طو بالمطابقة، دورك تشوف كيفاه. معناتها احنا هنا احنا في العبارة، دورك نكتبها لكم العبارة، خليها هكا العبارة الرياضية. واش كتبنا العبارة الرياضية؟ قلنا آلان إي صفر ناقص إي تساوي أ تي بلس بي. صح. كي نديرو المطابقة، الأ يساوي ناقص واحد على طو، والبي تساوي آلان إي صفر، كاينة ولا لا؟ طريب يعني تشوف اللي حاجة سهلة جدا جدا. صح. أما لهنا واش عندنا؟ عندنا الأ، يحب يقول الأ اللي هو الميل يساوي ناقص على واحد على طو، معناتها يساوي طونجونت ألفا، يساوي طونجونت ألفا، يحب يقول هاك وجدت الطو بالمطابقة، طو يساوي ناقص واحد على طونجونت ألفا، هاي في خطوتين فقط. كاين واحد السؤال اخر ونكملوا ونروحوا لواحد خلاص وراح ياثر طو لي توصيبو في التليفون اذن، يطلب منك شوف استعملنا هذه وجبدنا منها طو، كي تخمم مليح مازال كان لهنا هنا واش تجبد منها؟ هيا خمم السؤال اللي راح نحطه، واش تجبد منها؟ تجبد منها اي ماكس، هذا مكان ايجاد التيار الأعظمي إيزيرو، ما قالكش إي، ما قالكش إيجاد إي، ما كاش، هذا مكان، هذا مكان، هاي وري، معناتها يحب يقول عندي بي، واش تساوي؟ تساوي آلان إي صفر، معناتها يا عمو إي صفر تساوي أسية بي، وكتقول لي هو البي وين نصيبها أستاذ؟ البي حاجة سهلة، هاي وراهي البي، البي هي تقاطع المنحنى مع محور التراتيب، هاي بي،
تكومبري ال ا هو الميل والبي كي تكون عندك على الشكل ا تي عباره رياضي ا تي بلس بي ال ا الميل والبي هو تقاطع المنحنى مع محور التراتب سي بون ان شاء الله اعزائي الطلبه تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو اللي هو يعني مشارجي ما شاء الله الى ان القاكم في معادله تفاضليه اللي راهي جايه. اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.